الآن وبعد أن قطعنا مسافة تصل لنحو حوالي 10 كيلومترات سيرا على الأقدام حتى وصلنا إلى هذا المكان، وهو آخر مكان نستطيع الوصول إليه، وهو جسر المعابر أو كما يصفه أهالي مديرية وادي حجر بجسر الحياة أو شريان الحياة، وهو فعلا شريان حياة بالنسبة لهم كونه المنفذ الوحيد والطريق الوحيد الذي يمر به الأهالي. اليوم نأتي إلى هذا المكان وقد انقطعت حركة السير بصورة كاملة بعد أن تدفقت مياه السيول في هذا المكان، كما تشاهدون من خلفي هنالك تدفق للمياه لا يزال منذ ليلة أمس دون توقف. هنالك أيضا بقايا لأشجار عالقة في الأجزاء العلوية للجسر، ما يدل أن تدفق مياه السيول كان منسوبها أعلى يوم أمس من ارتفاع هذا الجسر، وقد قامت بتغطيته بصورة كاملة. طبعا تدفق المياه كان هو الأكبر منذ عقود مضت كما يقول الأهالي، وتدفق جاء من عدد من الأودية من بينها وادي حول ووادي يبعث وسرار وكنينة ومحمدة وغيرها من الأودية في المنطقة الغربية ومن المرتفعات الغربية. هنالك أيضا سيارة إسعاف محملة بالأدوية والمحاليل الخاصة بمستشفى وادي حجر، أيضا تقطعت بها أو حاصرتها مياه السيول لم تصل إلى المستشفى. هنالك أيضا أشخاص لا يعرف مصيرهم، الحديث يدور عن 3 أشخاص مفقودين لا يعرف أحد مصيرهم حتى هذه اللحظة. العديد من القرى تقطعت أوصالها بسبب هذه مياه السيول، حتى الآن لا يوجد هنالك أي تدخل من قبل السلطات إلى هذا المكان. نحن أول من يصل إلى هذا المكان. السلطة المحلية شكلت لجنة طوارئ قبل قليل أو صباح هذا اليوم لمعالجة الأوضاع، لم تصل حتى الآن هذه اللجنة إلى هذا المكان، وجئنا نحن لنسلط الضوء على معاناة أبناء هذا الوادي. فاجعة لم يكن أحد أن يتوقعها على الإطلاق نهائيا في مديرية حجر. منذ نحو أكثر من 50 عام لم تشهد مديرية مثل هذه السيول، أو ربما نصفها فيضان. جميع مناطق أو روافد مديرية حجر سالت بأكملها، لا ندري بعض المناطق ما ندري ما مصيرها حتى الآن. تقطعت المواصلات بين المناطق المتناثرة بينها البين، لا يستطيع البعض نقل مرضاهم، والآخرين لا ندري ما مصيرهم. الوضع جدا صعب، تحتاج إلى تدخل عاجل من السلطات. إذا هذه كانت دعوة أو صرخة مناشدة يطلقها أحد أبناء مديرية وادي حجر للسلطات للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من أمام جسر المعابر وادي حجر.